السلام عليكم ورحمة الله. الزول في الأول عين اليوم عندنا نجي تبون رئيس الجمهورية المعين من طرف القيادة العسكرية في ديسمبر 2019. لازم نسميه الأشياء بمسمياتها باش ما بقاوش. قلنا عين الجنرال المتقاعد بومدين بن عطية كمستشار مكلف بالشؤون العسكرية والأمنية. التعيين هذا يجي يملأ فراغ اللي تركو عبد العزيز مجاهد اللي تم تحويله إلى المعهد الوطني للاستراتيجية والدراسات الشاملة. بقى المنصب شاغر لمدة معينة، مدة طويلة. جابوا سي بن عتو. سي بن عتو هذا باش يكون على رأس، يعني يكون مستشار مكلف بهالمهمة. معرفتي السيدة هذا تقول انه ما عنده حتى علاقة بهالامور. هذه اولا. السيدة هذا كان اشتغل في مديرية الاتصال اللي كانت محافظة سياسية، وآخر منصب كان في الانسبكسيون في المفتشية العامة للجيش. ما كانش هو المفتش العام، كان في المفتشية العامة. المفتشية العامة هذه حطوا فيها الناس اللي تعراكده وتمونجي، ناس تعراكده وتمونجي، واش يروح ينسبكتي؟ لا عنده ما ينسبكتي، كل واحد عنده عرصة حاكم فيها، عندك ما الدور. وسيرها في 2018 أحالوه للتقاعد. اليوم عاودوا خرجوه وقال جيب، كيما خرجوا بمجاهد من التقاعد وجيب، يخرجوا فيهم من التقاعد ويجيبوا. يا عباد الله، الجزائر هذه قلوا فيها الرجال، قلت فيها الكفاءات، حتى من ناحية الكفاءات ماهمش كفاءات، سواء مجاهد أو بومدين بن عتو هذا، في جوج ماهمش كفاءات، يعني خاصة في هذا الحقل هذا في هذا الميدان. لكن حتى كفاءة، ما كان حتى كفاءة. لو جاب مثلا شفيق مصباح اللي راهو حطوا على رأس معهد، لكن ما كان مازال ما داروش حتى المقر، مازال عنده بيرو وكرسي، هذا واش عنده؟ تقريبا عام سنين ما كان الله ينوب. فكان هو عينه كمستشار مكلف بالشؤون العسكرية والأمن، وي ما عنده ما يهدر. ويا مثلا عين الجنرال رضوان، يعني قالوا الناس كفاءات وعندهم، أما هذا الله ينوب، ما عندك ما تدي منه. درك تبقى لما تجيب ناس باسكو هذا صاحبك وهذا صاحب صاحبك ولا هذا، على المستوى ما تصحش، ما بقاتش المحبات والمحسوبية، وده ما عندهاش مكان لا محل لها من الإعراب. احنا ماناش هنا باش ننتقدوا الانتقاد، ولكن درك السيد هذا كان متقاعد، وعلاش هاو يدير لا روتيرا تاعو؟ درك يجي يدي اهلا روتيرا.